ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟ زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمألوف من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب، لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحب هذا العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه. وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة، لأنهما ليس من أهل الطهارة وليس من أهل الزكاة حتى يسلم. فالكافر إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه، لأنه خبيث بالكفر، لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.